اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده قبل ما نبدا رحلتنا مع جدعان بلدنا عايز اتكلم في موضوع شديد الاهميه. للاسف شركه الريف المصري المسؤوله عن تسويق مشروع 1.5 مليون فدان وقعت في نفس الخطا اللي دايما بتقع فيه الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه في وزاره الزراعه. شركه الريف المصري تحولت الى شركه لتجاره الاراضي لبيع الاراضي سواء للمستثمرين او للشباب ولا تفكر في التنميه. هو نفس الخطا اللي اطاح بثقه المزارع المصري في هيئه مشروعات التعمير والتنميه الزراعيه. مطلوب من شركه الريف المصري تستعيد ثقه المزارع المصري. لازم نراجع جميع الاسعار اللي حددناها الاسعار مشروع 1.5 مليون فدان. النهارده هنتعرف على مشروع كبير جدا بيتنفذ في صحراء وادي النطرون حتى منطقه الضبعه. المشروع ده بيستهدف زراعه 1 مليون فدان، نجحوا في ان هم ينموه ويزرعوا اكتر من 100,000 فدان، لانهم ما فكروش غير في التنميه، ما فكروش في تجاره اراضي، ما فكروش انهم بيبيعوا ارض، احنا بننمي بلدنا. ده المفروض الفكر اللي تشتغل بيه والنهج اللي تعمل من خلاله شركه الريف المصري. ولكن ان تركز فقط في بيع الاراضي للشباب والمستثمرين لن يكتمل مشروع 1.5 مليون فدان. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهارده في برنامج الجدعان. فريق الجدعان يكشف النقاب عن تجربة مثيرة ينفذها خبراء مجموعة الوادي العملاقة وذلك في صحراء مدينة السادات للوصول بأوزان قطعان دواجن التسمين في المزارع إلى أعلى معدلاتها وذلك باستخدام أقل كمية علف وفي عمر لا يتجاوز 30 يوما للدورة الداجنة. فريق الجدعان يروي قصة نجاح المهندس الشاب أحمد عبد الجيد والذي تخصص في توريد وصيانة وإصلاح طلمبات آبار الري لكبرى المزارع والمشروعات الزراعية القومية، ويكشف لفريق الجدعان ملامح أضخم مشروع زراعي ينفذ حاليا ويمتد من منطقة وادي النطرون وحتى طريق الضبع الجديد. فريق الجدعان يكشف أنه لا يوجد في مصر منظومة متكاملة لتدوير المخلفات الصلبة في مصر سوى في جنوب القاهرة ومحافظة الدقهلية، ويشهد وضع حجر أساس أول مدفن هندسي صحي وآمن وبيئي في محافظة الدقهلية باستثمارات تقترب من 40 مليون جنيه. فريق الجدعان يرصد زيارة وفد من البنك الأهلي برئاسة المحاسب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة إلى مجزر الدقهلية العملاق للدواجن في منطقة وادي الملاك ولقائه بالمهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة مجموعة الدقهلية لمتابعة توسعاته الجديدة في التصنيع الداجني. صناعة الدواجن المصرية بخير، وده اللي شفناه في مجزر الدقهلية. استثماراته تجاوزت 300 مليون جنيه وما زال فيه مزيد من التوسعات، وعشان كده كان هناك فريق من البنك الأهلي وعلى رأسهم المحاسب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عشان يبحثوا احتياجات التوسعات الجديدة وحجم تمويلها. وسمعنا منه آخر خطط البنك للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. خليكم معنا عشان نشوف زيارة من أفضل الزيارات اللي عملناها لواحد من أفضل المجازر المتخصصة في صناعة الدواجن. فاكرين لما فريق جدعان راح البرازيل وكشفنا جريمة توريد فراخ مش مسبوحة على الشريعة الإسلامية وإنها مش حلال لأنها بتموت بالصعق الكهربائي بقوة 35 فولت، يعني مش بالذبح، وكمان قتلهم للعجول بمسدسات الصدمات في الرأس؟ فاكرين ساعتها الدنيا اتقلبت على البرازيل و90% من الدول العربية ومنها مصر وقفت الاستيراد لحين ضبط منظومة الحلال في البرازيل. ساعتها لما حبينا نوريكم الفرق ما بين عمليات الذبح للفراخ والنسف للدم والتغليف في البرازيل، اللي مش فاهمه يعني ايه حلال ونسف سليم وذبح شرعي، ومصر اللي بتطبق منظومه الحلال بحذافيرها. رحنا فورا على مجزر مجموعه الدقهليه، وده واحد من افضل المجازر في مصر على الاطلاق، وبينتج افضل فراخ في مصر تمري، وده ماركه الفرخه الكامله، وبهيه ماركه البانيه والمجزئات، وطبعا كله 5 نجوم حتى في التغليف والتخزين. النهارده هنروح تاني مجزر الدقهلية لان في زيارة مهمة من مجلس ادارة البنك الاهلي برئاسة المحاسب يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك عشان يشوفوا حجم الاستثمارات واللي بلغت النهارده 300 مليون جنيه في المجزر، ويجتمعوا
كممثلين لأكبر بنك وطني في بلدنا مع المهندس محمود العناني رائد صناعة الدواجن في مصر والشرق الأوسط ورئيس مجموعة الدهلية، ويعرفوا بحسهم الوطني يساعدوه ويدعموا استثماراته العملاقة ازاي، وخصوصا انها وفرت لغاية النهاردة اكتر من 5000 فرصة عمل. المهندس محمود العناني في بداية الزيارة شرح مراحل الصناعة بالكامل بحضور المهندس خالد العناني العضو المنتدب لمجموعة الدهلية، والدكتور أسامة شرف الدين المدير التنفيذي لقطاع المجازر بالمجموعة، وعاطف فتحي مدير المجزر، وإزاي أنهم بيستقبلوا الدواجن في مناطق معزولة عشان يضمنوا تخلص القطيع من إجهاد النقل، وبعدها تدخل منطقة الذبح واللي لون إضاءتها أزرق عشان يهدي الفراخ، وبعدها بتدخل على مراحل الذبح على الشريعة الإسلامية والتنظيف والشفط بالهواء والتبريد بالهواء، بعدها بتوصل سواء لمرحلة التغليف كفرخة طازة للبيع في السوق المحلي فورا، أو التقطيع لتحويلها لمجزئات ووجبات بتتجهز في 20 دقيقة. دلوقتي هنقابل المحاسب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، واللي سألته عن تمويل المشروعات الاستثمارية وصعوبة التمويل بفايدة 22% حاليا، وفعلا قال انه يتوقع انخفاض الفايدة في نهاية العام الحالي. انا عارف ان حضرتك كنائب رئيس البنك الاهلي اهم حاجة التارجت قدامنا دلوقتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مفيش دولة هتنهض بدون هذه المشروعات، والرئيس حط في امانتكم 200 مليار جنيه في البنك المركزي، وانتم القوى الفاعلة الاولى في هذه المبادرة. حضرتك طمنا عليها، كم شاب استفاد منها؟ عايزين نقول للرئيس، يا رئيس مبادرتك كم واحد اشتغل من خلالها؟ الاول انا عايز اقول بس ان المشروع ده هو مش مشروعات صغيره ومتوسطه، لكن مشروع كبير، لكن كل مشروع كبير بيشغل حواليه مشروعات صغيره ومتوسطه، فمهم جدا ان احنا ننمي المشروعات سواء الكبيره او المشروعات الصغيره ومتوسطه، لان لما بيحصل تكامل ما بينهم بيحصل مزيد من الانتعاش ومزيد من الشغل. دي نمره واحد. نمره اتنين، بالنسبه للمشروعات الصغيره ومتوسطه احنا حتى الان المبادره من ساعه طرحها حتى الان تقدم لها حوالي او استفاد منها حوالي 15000 عميل بحوالي 15 مليار جنيه حتى الان. بنك الاهلي احنا ابتدينا من 2009 المشروعات الصغيره المتوسطه، احنا عدد العملاء المستفيدين من المبادره حتى النهارده 55000 عميل، لو عملنا تراكمي هيطلع عن ازيد من 75000 عميل. الرصيد النهارده حوالي 37 مليار جنيه. اعتقد في قصه نجاح في البنك الاهلي ممكن نقولها زينا زي ماليزيا وزي الهند وزي خلافه. في بعض الشباب متخوف من شروط المبادرة وصعوبتها وطلب ميزانيات وشهادة بروتستو وشهادة إفلاس، حاجات كتير جدا بتطلب شروط، بعض الشباب بيراها شروط تعسفية، تطمنهم ازاي وردك على الكلام ده ايه؟ حضرتك احنا لو مثلا انا اتكلم على البنك الاهلي، حضرتك لو الجراء اللي بيجرب يروح يتعامل مع البنك الاهلي عدد نسب الشروط المطلوبة قليلة جدا، حتى لو هو عميل غير مسجل او لسه بنقدر نديله تمويل لغايه ما يثبت ان هو ابتدى يخش في القطاع الرسمي او يقدر ياخد الرخصه بتاعته. النمره 2، الستارت اب او العميل الجديد اللي هو لسه بيبدا مشروع لاول مره، ده مش مطلوب منه انه عامل ميزانيه ولا بتاعه، مطلوب منه بس انه مركز مالي، ان هو هيبتدي ازاي، المشروع بتاعته فيه شكل ايه، واحنا غالبا عندنا ادارات بتساعده كمان انه يقدر يكون هذا الشكل او هذا الموضوع او يجهز ورقه ازاي. فكرة الضامن دايما بتبقى صعبة شوية عند الشاب، مش ممكن نتغلب عليها؟ هو حاليا الضامن عندنا هو المشروع. يعني ما عادش زمان ان انت تجيب والدتك او اختك او مراتك او لا، الكلام ده ما بقاش متاح خالص، دلوقتي الهدف الاساسي هو المشروع. واخبارك وبعدين في سبل اخرى، انا مش لازم ضامن، بقدر اروح شركات ضمان، وفي شركه ضمان المخاطر دلوقتي بتقوم بدور بشكل كويس، شركات تامين، ففي اكتر من وسيله اخرى مش ليس مجرد الضامن الاخر يعني. المهندس محمود العناني رئيس مجموعه الدهليه، خبره كبيره في صناعه الدواجن، واستثماراته في القطاع ده ضخمة جدا، ومؤمن بأن الصناعة في مصر يمكن أن تمرض ولكن مستحيل تموت، وأن الفرخة المصرية أفضل 1000 مرة من أي فرخة برازيلية ولا أمريكية. أول حاجة عايز أكلم حضرتك عليها النهاردة، البنك الأهلي بكامل هيئته وعلى رأسه نائب رئيس البنك بيزور مجموعة الدهلية، عايز أعرف إيه الهدف من الزيارة بالكامل؟ هو الهدف من الزيارة البنك الاهلي جاي يشوف استثمارات دهلية، واحنا بنشتغل مع البنك الاهلي من سنوات طويلة، وهم اللي مولوا مشروع المجزر بتاع تمري،
وانا وجهت لهم الدعوه ولسه من مجرد اسبوعين اثنين لبوها وجم كلهم شرفونا زاروا المجلس. اصرارك على الجوده في المنتج هل حملك تكلفه ازيد؟ ده 100% لان هو احنا ليه تكلفتنا اعلى؟ هو موضوع المياه لان احنا تبريد هواء مش في مصر بس، هو كل مصر وفي اجزاء كتيره من العالم او اغلب اجزاء بلاد العالم بيشتغلوا بالتبريد بالميه اللي هي ميه بارده درجه حراره صفر وتحط عليها ثلج والميه تقعد تتقلب فيها. لكن هذا الكلام ده اللي بيؤدي ليه الى حد ما الى فراخنا ما فيهاش زفاره وما فيهاش ميه فيه. يعني احنا فرختنا الكيلو بتاعنا كيلو 100 من الفراخ اللي لسه هقول لك ده هيفقد وزن كمان معاك. ايوه ما هو انا فاقد 10% يعني انا 900 جرام عندنا بكيلو من الفراخ العاديه. لو سالتك حجم استثمارات الدهليه قد ايه النهارده؟ هي كتيره ما شاء الله. يعني مشروع في عندنا المشروع القادم اللي هو مصنع علف السادات، ده مشروع 3000 طن علف دواجن في اليوم، 3000 طن علف في اليوم وحوالي 400 طن علف سمك. ده مشروع عالمي يعني سايز كبير جدا. حضرتك استثمارات ما شاء الله ضخمه مجموعه الدهليه جوده عالميه. احنا لما حبينا بس نقارن ما بين البرازيل ومصر جينا المصنع عند حضرتك هنا عشان نوري الناس يعني ايه صناعه الدواجن المصريه اللي هي افضل من الصناعه اللي بتجينا او الدواجن اللي بتجينا مستورده من البرازيل وامريكا وتركيا وكل الدول دي، صناعتنا افضل منها مليون مره. شوف حضرتك انت عايز تعرف الحق، هو اشتري فرخه من دي واشتري فرخه من دي. هقول لك حاجه، هات فرخه مستورده مجمده وفوت هات فرخه مجمده من تمري وسيب الاثنين يباتوا مثلا في الثلاجه يسيح، هتلاقي الثانيه خره كميه ميه واخد بالك قد ايه، والثانيه مش هتنزل نقطه ميه. هتعرف الفرق بالاثنين، كل دي وكل دي هي التجربه اللي احنا الحمد لله مطمنين، جوده ما لهاش حل. الاستثمار الجاد في صناعه الدواجن ماذا يحتاج من بنوكنا الوطنيه؟ نسبه فايده قد ايه؟ ازاي نشجع المستثمر في صناعه الدواجن؟ اديني روشته عشان ننهض بصناعه الدواجن. هو في مشكله كبيره جدا، هو يعني في عمليات الاصلاح المالي الحاليه الانتاج اتاثر. يعني احنا انا بدفع الاستثمارات دي كلها استثمارات بنوك هنا ومصنع مصانع المينيا وكل المصانع اللي شغاليه، حتى الاستثمارات الزراعيه محط عبيه وكل حاجه دي فلوس بنوك. 22% ما فيش صناعه تتحمل، احنا بنعالي من نسبه الفايده. المركسور حريه التجاره ما بين مصر ودول جنوب امريكا. ايوه. ومنها البرازيل. وهذا يعني ان 30% اللي بتحط جمارك على الدواجن المستورده من البرازيل وهي اكبر منتج في العالم او ثاني منتج بعد امريكا، اللي هتجي لنا مصر هي اللي بتغرق اسواقنا، هيتشال من عليها 30% طبيعي اللي هي محطوطه لحمايه صناعه الدواجن المصريه. هنتصرف ازاي؟ شوف يا فندم، مؤسسه التجاره العالميه حاميه صناعه الدواجن في مصر وبالقوانين. انا اشك ان هذا الكلام هيحصل، انه الدوله مثلا هتسمح بان البرازيل تغرق مصر. وطب هتودي 3 مليون اسره فين؟ هتودي الاستثمارات فلوس البنوك دي انا مين اللي هيدفع الفوائد بتاعتها؟ مين هذا الكلام؟ صناعه الدواجن من الصناعات الاستراتيجيه في مصر، دي اللي بتضمن البروتين للمصريين. العالم كله بيتجه لزياده انتاج البروتين الدواجن، ومصر يجب، احنا بنستهلك 10 كيلو للفرد، المفروض ان احنا نسعى الى انهم يبقوا 15 ويبقوا 20 كيلو زي البلاد اللي بتوصل من 40 ل 60 كيلو للفرد. مجزر الدهليه للدواجن نموذج محترم للصناعه في مصر، ولازم ننتبه ان صناعه الدواجن واعده ولسه عندها القدره على استيعاب استثمارات ضخمه جديده. وقبل كده قلنا ان في حوالي 16 مليار جنيه داخلين جديد على الصناعه قبل نهايه عام 2018، لكن لازم ناخد بالنا جدعانها محتاجين المسانده والدعم. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يروي قصه نجاح المهندس الشاب احمد عبد الجيد، والذي تخصص في توريد وصيانه واصلاح طلمبات ابار الري لكبرى المزارع والمشروعات الزراعيه القوميه.
ويكشف لفريق الجدعان ملامح أضخم مشروع زراعي ينفذ حالياً ويمتد من منطقة وادي النطرون وحتى طريق الضبع الجديد.